أحب أنا المتاحف قوي. من وأنا صغير في المدرسة كنت أحب رحلة المدرسة للمتحف والمواقع الأثرية وحاجات زي كده، ويمكن ده برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني بحب التاريخ بشكل عام، يعني مش بس تاريخ بلادنا، أنا بحب التاريخ في المطلق. يعني ممكن تسألني على أسئلة كتير متعلقة بتاريخ أوروبا وتاريخ أمريكا اللاتينية وتاريخ حضارات آسيا وطبعا العراق إلى آخره يعني. فأحب فعلا التاريخ وأحب زيارة المتاحف، وده نوع من السياحة بيسموه السياحة الثقافية. وزيارة المتاحف دي هي سياحة بتاعت الاتنين، يعني احنا والسواح اللي بيجولنا من بره، يجولنا بقى من أشقائنا العرب، يجولنا من كل حدب وصوب، مش مشكلة، بتبقى سياحة ممتعة وليها ناسها. فتخيل كمان لما تبقى خد بالك ان انت الحضارة الأكثر جاذبية في العالم والأكثر غموضا، حضارة الأسرار، حضارة المصريين القدماء. مجلس الوزراء وجه بإيه بقى؟ رئيس مجلس الوزراء وجه ب يعني عمل توجيه لوزارة السياحة بإنشاء متحف قنا، قنا القومي. ليه؟ قنا من المحافظات اللي تستحق ده جدا، لأنه فيها ثراء سياحي يخلق وجهة حضارية عظيمة لمصر في إبلي. تعالى ناخد معانا على التليفون احد كبار متخصصينا، دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزاره السياحه والاثار. اهلا 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 استاذ يوسف، انا ببارك لحضرتك وببارك لمصر والعالم كله، لان مصر لما تعمل متحف اعتقد ان كل الدنيا يعني لازم تسمع هذا الخبر، واتمنى هذا الخبر، كنت اتمنى هذا الخبر يبقى اول خبر في النشره ويسبق اي حدث سياسي او ثقافي، لان كلمه متحف في ظل ظروفنا الاقتصاديه وظل ظروف العالم انا بعتقد ان دي رساله مهمه جدا جدا للدنيا، بان هذا البلد هيفضل منور طول الدنيا وهيفضل منور طول العمر طبعا. ويمكن ببارك كمان لاهل انا، لان هذا الحمل لازم تاخر طويلا، لان هذا البلد زي ما حضرتك اشرت هو اقدم بلد في الدنيا، لان اول يعني اول دفنه واول انسان بشري عثر عليه في انا اللي هو بيسموه طفل وادي الترامسه، الطفل الصغير اللي لقيناه وقدرته البعثه البلجيكيه ب 55 الف سنه، يعني غير حضرتك اقدم دفنه واقدم بشري وجد في افريقيا هو عندنا في انا. هنا كمان فيها معبد دندره اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو في سر الاسرار طبعا. معبد دندره اللي هو معبد المعبوده حتحور اللي من حضرتك كان من شهرين كان في مهرجان للموسيقى حضروا اكتر من 20,000 واحد من اهالينا في هنا، فمتشوقين جدا جدا. وفي سر غريب جدا معبد دندره اللي هو بيسموه كهرباء دندره واساطيرها. كنت لسه هقول لك يا فندم على مصابيح دندره الشهيره. بالظبط بالظبط. عندنا استاذ يوسف طبعا انا دي يعني لو احنا جايين على الشتاء، ويوسف افندي اللي هو جاب لنا اليوسفي والبرتقان جاي من هناك، عندنا يعني كمان عيله خواره، وعندنا عبد الرحيم القنائي، عندنا يعني اتمنى انا بحلم بقى ان مش المتحف دي يتعمل في قنا في بلدين، يا اما قوس يا اما تتعمل في قفط. حضرتك هتقولي ليه اخترت المدينتين دول؟ هقول لحضرتك لان قوس دي مدينه مهمه قوي، فيها تاريخ من اول عصور ما قبل التاريخ حتى الان، وفيها فخر ان فيها مسجد اسمه مسجد العمري اللي هو بيعتبروه ازهر الصعيد اللي اتنشأ في الدوله الفاطميه، ومسجد مهم جدا جدا، وفي جنبه كنيسه اسمها الكنيسه الانجيليه، ولكن بالرغم ان هما الاثنين بيفرق بينهم 800 سنه، لكن لو حضرتك شفت المدنه وشفت يعني المأذنه كمان المأذنه مع الكاتدرائيه او مكان الكاتدرائيه حضرتك هتذهل، تقول لي ان هذه الهويه هي هويه مصر ورغم اختلاف الديانه لكن ما فيش اي فرق، بلد المعاصر كمان عندنا قفط، لان قفط دي ما هي موجود فيها المعبود مين وفيها مهمه جدا جدا، خرج منها 90% من الاثار اللي حضرتك بتشوفها في العالم لازم يكون الرئيس اللي طلعها من قفط. حضرتك تقول لي ليه؟ هقول لحضرتك ان عندنا بيتري ودي كان عالم انجليزي، جه الراجل ده اول ما جه اشتغل في مدينه قفط فكان رؤيه العمال كلهم وما زالت حتى الان اكبر رؤيه العمال اللي طلعوا اثار، ما فيش متحف في العالم كله الا لما لازم يفتكر مدينه قفط، لان قفط فيها اشهر عائلتين لان هم رؤيه الاثار اللي هو الكريتي والسليك وشارد، ودول عائلات مشهوره جدا وما زال حتى الان بالعمه والجلابيه والعصايه، وهو واقف يستطيع انه يخبط على الارض ويقول ايه الارض فيها اثار ولا لا، لذلك رؤساء البعثات حتى الان اما يجي لازم يجيب رئيس العمال ويسمع كلامه الاول، يعني يقول له تعالى شوف لي الارض ايه طبيعتها الاول، لعندهم تحكم غريب جدا، عندنا هواره
الفريق الكبير طبعا. فبالتالي عندنا حتى انا استاذ يوسف اسمها كده معناها قني بمعنى المتحكمه او المحتضنه، لان شكل النيل هناك غريب جدا جدا، وبالتالي مهمه. عندنا طبعا عبد الرحيم القناء المولد بتاعه المشهور الكبير جدا جدا، عندنا حضاره نقاده، وبالتالي لو فضلنا نتكلم عن تاريخ قنا احنا محتاجين يجي 10 ساعات. فهنيئا لاهل قنا، ويمكن كمان بيذكرني عندنا يعني السيد عادل لبيب هذا الرجل اللي حلم لهذه المدينه منذ عده سنوات، واتمنى ان الحلم ده يستمر وان المتحف ده خلال عده شهور او سنه يفتتح، لان بعتقد ان قنا كانت محتاجه هذا الحلم من زمان جدا جدا. هذا البلد الرائع الجميل اللي في كل حته بتمشي فيه محتاج، كمان طبيعته الجغرافيه هناك اكتر من رائعه، واتمنى المتحف ما يبقاش اثار مصريه فقط، اتمنى ان يشمل كل العصور، لان تاريخ قنا واثار قنا اللي في الخارج يعني بتتحمل هذا الموضوع. فيعني ببارك لحضرتك، ببارك للعالم كله، واعتقد ان هذا الخبر هيكون خبر فقل على العالم وعلى اهل قنا، ورساله لكل العالم كم هذا البلد عظيمه 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 يا مصر زي ما بيقولوا، وتحيا هذا الوطن. اللهم امين. طب انا هنا يمكن بسال مجدي بيه على مساله ان احنا عايزين المتحف ده يبقى عامل ازاي. يعني انا شفت متاحف كتير الحقيقه في الدنيا، يعني انا من الناس اللي تسافر اي بلد لازم يخش المتحف. فشفت المتاحف بقت فيها تكنولوجيات مخيفه تخض، تدعو للعيل الصغير يبقى قد كده يقف مشدوه، مش بس بالمقتنيات لكن كمان بطريقه العرض وبالتكنولوجيا المصاحبه لهذا العرض، وبحاجات مش هقدر اسميها صوت وضوء، بس الاقي عندي حاجات زي وثائقيه وباصوات وما الى ذلك، واشوف اطفال صغيرين واقفين قدام الشاشات، العيال واقفه مشدوها، وبيقفوا تحديدا قدام الاجنحه المصريه. فما بالنا بمتحف في قنا بتاعنا احنا جوه مصر. مجدي بيه يحب يبقى المتحف عامل ازاي؟ يعني مجلس الوزراء اعتقد انه ذكي جدا ان هو اختار هذه الايام. حضرتك تقول لي اشمعنى؟ لان احنا عندنا يعني شهر سبتمبر 27 سبتمبر هنحتفل بمرور 200 سنه على ايه فكر موسى حجر الرشيد، و4 نوفمبر عندنا هنحتفل بمرور 100 سنه على ايه على اكتشاف مقبره توت. عندنا كمان في 1 سبتمبر ناس ما يعرفوش يعني كل الدنيا بتحتفل، كنت اتمنى احتفل بالقديسه فيرينا اللي هي لها اكثر من 70 كنيسه او يمكن 100 كنيسه موجوده في سويسرا والمانيا. هذه أيوه. السيده اللي خرجت من قريه قوس في قنا عشان تعلم اوروبا النظافه، وما زالت حتى الان قديسه فيرينا دي يعني مهمه جدا، وهم جابوا لنا جزء من رفاتها، وكان البابا شنوده الله يرحمه استقبله، كان يعني عندنا انجاز مهم جدا جدا. لكن حضرتك اكيد بتتكلم احنا عندنا متاحف مهمه جدا، وحضرتك شفت متحف الحضاره والتكنولوجيا اللي فيه وبدانا في الليزر والهيوجرام، عندنا المتحف المصري ان شاء الله الكبير ستجد فيه كل ما تتمنى ويمكن اكتر، عندنا متحف ان شاء الله انا بعتقد ان هو هيبقى اشهر من اللوفر واهم من البريتش ميوزيوم. احنا بدانا ويمكن السيد الرئيس لو حضرتك تتذكر واكيد فاكر من 5 اشهر لما قعد مع السيد وزير الساحه السابق وقال له انا عايز متحف يضاهي في التكنولوجيا بتاعته المتاحف العالميه، وعندما يامر الرئيس اعتقد ان شاء الله سينفذ هذا الموضوع. فاحنا داخلين لان المتاحف دلوقتي ما بقتش متاحف زي يوسف، المتاحف بقت يعني مش مجرد مكان ثقافي تشوف اثار، ولكن بقى مكان اقتصادي، مكان ترفيهي، لان حضرتك يمكن شفت الاستاذ عمر خيرت عمل بعض الحفلات في متحف الحضاره وبقت فتح بالليل. فاحنا المتاحف ما بقتش قاصره على عرض الاثار، وان شاء الله بعش من ذلك في قنا. وحضرتك لما شفت مهرجان الموسيقى لما اتعمل قدام معبد دندره حضروا ناس كتير جدا جدا، فالناس عندها استعداد، واتمنى ان يعني المخطط هذا المتحف يقعد مع اهل قنا يشوف كمان طبيعه قنا، يعني المتحف يوافق الطبيعه، لان هناك نهر النيل، عندهم قفت هذه القريه الجميله جدا جدا اللي كانت معبر للتجاره، عندهم قوس، يعني ياخد من ملامح الشخصيه القنائيه وينفذها على ارض الواقع، لان ارض قنا بتشمل كل التاريخ وبتشمل كل العصور، حتى اللهجه عندهم مميزه، الموسيقى مميزه. اتمنى المتحف يمتد في تاريخ قنا حتى الان، لان اعرف حضرتك ان هذا البلد هويته في موسيقى، في فن، في اكلات، في عادات وتقاليد. احنا عايزين متحف متنفس، يعني يكون بيتكلم، يعني يكون عنده فيه احساس، مش مجرد احجار فقط صح. ولكن يبقى فيه جزء من الماضي والحاضر وكمان المستقبل. فنتمنى هذا الموضوع، وان شاء الله اعتقد يعني المخطط سيراعي هذا الموضوع. انما الخبر في حد ذاته والله يوسف انا اسعد الناس كلها، لان كلمه متحف معناها تأكيدا لهوية هذا البلد صحيح. وعندما ينشأ متحف بيعتبروه عيد، وأتمنى أن يبقى عيد القوم المحافظ هنا يوم افتتاح هذا هذا المتحف إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور مجدي، نورت، وكما جارت العادة ادت لنا حتة كبسولة تاريخ فل عن هنا، يعني حاجة تفرح. ده بيخليني يعني أقول إيه مثلا، أحلم، ما أنا راجل أحب أحلم جدا بالمناسبة، وعندي أحلام يقظة، يعني دائبت في حياتي ان انا احول احلام اليقظه الى واقع قدر الامكان
على قد ما ربنا يساعدنا يعني، وربنا بيساعد قوي، بس تخلص النية وتحط تصور واقعي ومنطقي عشان تحقق الحلم بتاعك. أنا مثلا من ضمن أحلامي لقطاع السياحة عندنا في مصر. احنا ليه بقول لك قطاع السياحة؟ عشان احنا الوزارة بتاعتنا وزارة السياحة والآثار الاثنين، ففيها القطاعين دول. تعرفين زمان كانت دي وزارة ودي وزارة، زمان قوي يعني.